طرب خالص، هذا خالص عقب. والله والله زرع خيار، حتى هيك بيعطوا بعض الشتل الفاصولي يعني مشان زياده الانتاج من نخ براح صنف ولا صنفين اللي نضربه، والمحصول كان سيء جدا جدا. المحصول جتنا حشره هاي السنه ضربت الثمار بشكل عام الخيار، فنص الثمار كانت على غير صالح التسويق يعني على الكب الاخير. هذا مرض جذري او حشره هاي اسمها ديما توتا، يعني حشره منتشره حز السنه الماضيه وهاي السنه، يعني مو بس باللوبيا، خيار، كوسه، باذنجان، كل انواع الخضار بشكل عام، يعني حشره غريبه وعجيبه هاي الحز صايره عندنا بهالفتره هاي. شوف شو هو علاجها ما عم نعرف، عم نعطي مبيدات حشريه بالمي وما عم نستفيد شيء. احنا عندنا موسم الكوسه والخيار مثل ما بيقولوا الخريفي، وفي عندنا موسم اضافي هو الفول. الموسم عندنا انضرب بسبب ذبابه اللي بيسموها هي ذبابه القرعيات، قضت على كامل المحصول. بالنسبه للخيار، بالنسبه للكوسه، يعني بتجي على الكوساي بتلقى بقلبها دوده خارقتها مثل ما بيقولوا على الطرفين على الطاقين يعني، والخيار نفس المبدا. عم بيصير عندنا مرض بالجزر هو دوده او نوع من انواع الافات، هذا طبعا كله جديد علينا، يعني نحن كمزارعين يعني هي اول مره بتمر علينا هيك حاله. بنستخدم كثير ادويه وكثير تكلفنا لحتى نحسن نقضي على هالافه، فللاسف ما حسننا نقضي عليها ولا عم نحسن نسيطر عليها. يعني في مزارعين خلص ملوا من كتر البخ والأدوية والتنويع بالأدوية، حتى صرنا ننوع بالأدوية خاف الحشرة تكون أخذت مناعة من نوع من الأدوية، صرنا نشكل بالأدوية ونجيب، وصرنا نلحق الدواء الغالي بما أنه بيقولوا أنه الدواء الغالي يعني بيكون مفعوليته أكبر وبيكون مفعوليته يعني قوي. ما استفدنا شيء خالص، يعني اليوم الدلم تقريبا ما في مزارع كلفوا الدلم اقل من 70-80 دولار بين بخ، بين اجار بخ مع ادويه. هاي بس الادويه، ما عدا الاسمده اللي راحت والمي والتعب والغيره، وللاسف كفي حنين الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله، بس للاسف على كاسوره ما استفدنا شيء راح الموسم. هاي السنه اصابه جديده ذبابه القرعيات، انتشار الذبابه البيضاء هاي اللي عانينا منها على محصول الخيار، محصول الكوسه، محصول الباذنجان، حافرات الافاق كمان اجتنا كثير السنه. عم نتعامل بالادويه الكيميائيه كوراجين مع تريجارد بالاضافه للبروكلي للديسيز كلياتها، ولكن الذباب يعني معالجته صعب كثير ذبابه القرعيات. حاليا عم نرجع لتجارب مصائد الفرمونية، عم نعمل تجارب يعني لسه ما اخذنا نتائجها. والله نتوقع انه المصائد الفرمونية رح تكون او المصائد اللونية هي رح تكون انجح شيء، لانه هاي ذباب وطائر يعني عم تنتقل بسرعه، بتزرع بيوضة بالثمرة ومعالجتها بتعرف يعني صعبة، وإلا طور بيات شتوي بالتربة بعدين يعني هو نتيجة الدفى اللي صار السنة العام الماضي هو اللي زاد انتشاره. يعني ما السنة العام الماضي ما عدا درجات حرارة منخفضة، بنرجح الإصابة لموضوع الدفى اللي صار هاي أول سنة، لأنه